أكثر من 60 مليار دينار هو حجم ديون الحكومة المؤقتة بالبيضة لصالح المصرف المركزي والمصارف التجارية منذ سنة 2015 وإلى غاية يونيو 2020 وفق ما رصده تقرير ديوان المحاسبة الأخير. التقرير ذكر أن إجمالي الصرف خلال الستة أشهر الأولى فقط من العام بلغ 12 مليار دينار، ما يفوق إنفاق عام كامل بالمقارنة بالسنوات الفارطة. وتساءل الديوان عن رقم الإنفاق لما تبقى من عام 2020 في ظل غياب بيانات حول نفقات الحكومة. نذكر أن مصادر تمويل حكومة البيضاء في 2020 كانت من ودائع المصارف التجارية بالمصرف المركزي بقيمة تجاوزت 46 مليار دينار، وإيرادات طباعة وإصدار عملة محلية وطرحها للتداول بقيمة تجاوزت 13 مليار دينار.